صباح الخير لمشاهدي صوت بيروت انترناشونال وصفحة بيروت سيتي عبر فيسبوك. من زحلة نقدم إليكم هذا البث المباشر. مشاهدينا الكرام، ما في محلات لسياراتكم يبدو اليوم بزحلة، تحديدا من المنارة مثل ما نكون شايفين السيارات اللي أمامنا. هيدا المشهد نادرا ما كنا نلاحظه خلال الأيام السابقة. نحن اليوم لا نهار سبت ولا نهار أحد، نحن اليوم نهار ثلاثة يعني من أيام أسبوع العمل، لكن السيارات اللي مصفوفة على الشارع مشتركة محل لأي سيارة حابة تصف بهيدي المنطقة، على أمل تكون فعلا الحياة رجعت لزحلة. قديه هيدا المشهد شبيه بمشهد السوق اللي أمامنا، قديه عن جد فعلا أصحاب هودي السيارات عم بصفوا سياراتهم بركي لا ينزلوا يتبضعوا بقلب هيدا السوق. خلونا نسأل أكثر ونشوف إذا حالة سوق زحلة صارت أفضل اليوم، هل الحياة فعلا رجعت لهيدي المنطقة اللي بتليق فيها الحياة، عاصمة البقاع وعروس البقاع كما يطلق عليها. منذكر هيدا البث المباشر من المنارة، من المنارة بزحلة. سيارات أمامنا، زميلي محمد الشيخ رح يقرب ليفرجيكم انه من الصعوبة البالغة جدا ايجاد محل لسيارتك عزيزي المشاهد بمنطقة زحلة اليوم تحديدا. فهل هذا المشهد يوحي وكأن الحياة رجعت الى هذه المنطقة الجميلة جدا، طبعا بسكانها وبأهلها وبسوقها وحتى بالزائرين اللي بيحبوا دائما يجوا على هالمنطقة اللي تعد كمان طبعا من المناطق السياحية عفوا الجذابة للمغتربين ولكل العرب والأجانب. يعطيك العافية. الحياة رجعت لزحل اليوم لأنه عم نصف كنا السيارة ما كنا نلاقي محل. الحياة رجعت طبيعية كلها، ما في شيء، ليش في غلا للدولار؟ ما في غلا. العالم كلها مبسوطة. طلع معي السيارات ما شاء الله صف يعني قدام كل المحلات، هل هيدا بيوحي انه كل الناس عم تتبضع وتشتري والوضع طبيعي؟ الوضع كله استقرار امن، شو هذا احسن من هيك زعمة مسؤولية عندنا بالبلد، كل واحد احسن من الثاني، والله يوفقكم انتم وضلكم صحتكم. هذا البلد يعني انت على سبيل السخرية عم تحكي، لكن فعليا اليوم ملاحظين في عجقة سيارات. ليه؟ ما عم بحكي، بحكي هيك هيدا من قلبي، ما عم بحكي، عم بحكي هيك صوت عابرة الطريق. بس العالم كله عمي قلبهم اسود، لا شو بدنا نزعل على اولادنا على الدواء؟ على شو بدنا سألانين؟ انتم اليوم شباب الله يوفقكم، مستقبلكم وين؟ مستقبل اولادنا وين؟ بس شكوى لغير الله ما زال. طيب هيدا المشهد يعني ما بيشبه حالة المواطن بزحلة. لا لا، طيب هاو السيارات كلها ليه صافي وعجل؟ دولار بس، هاو السيارات بتشوفهم هيك شكلي اللي معه دولار بيطلع بيزل لانه بده سيارته تانكة بنزين مليون ونص. لا فيش معه قاعد ببيت. يعني بتقلنا انه المضمون ما بيشبه الشكل، يعني مضمون لا المشهد لا ما بيشبه شكل المشهد اللي عم ننقله. منظر على المنظر مثل واحد معمر فيلا من برا ومن جوا ما فيها شيء فاضي. يعني معمر قصر وقصر فاضي. ما بيطلع من شيء. حضرتك صاحب سيارة أجرة، قد ايه في عالم بيطلعوا معك تقريبا باليوم؟ إذا بقول لك يوم اليوم بعد ما استفتحت بليرة. نحن كله شغل توك توك، هذا التوك توك عم يشتغل بالسياره تاكسي قاعدين نحن ناطرين فيها لنصرف. يا رب لك يا عم بهالشغله، ما في شغل السياره التاكسي. قد لك عندك السياره وبتنقل العالم؟ 50 سنه. 50 سنه من سنه 70. لك ما قاعده بالشارع، هاي الدوله لو تحترمنا الدوله ما قاعده بالشارع. 50 سنه هيدي كانت أسوأ سنوات حاليا اللي عم نمر فيها هلا، حتى اصعب من ايام الحرب الاهليه. انت اول شيء الحرب الاهليه كانت احسن. اني هاوس السنتين هاو العالم تمشي قدام، نحن عم نرجع لورا. يعني نحن حياتنا لورا ما لقدام. سيارة التاكسي كلها ان شاء الله بتستعمل عليها، يعني عم بشوف سيارة تاكسي جديدة وكذا الا اجي شو واحد صاحبه تلفله بس راكب الطريق ما بيطلع. اذا مضمون المشهد عكس شكل المشهد. شكرا كثير لك ويعطيك الف عافية. انتم مثل اولادنا وشكوى لغير الله مذلة، مستقبلكم وين؟ شكرا كثير لك. الله يوفقكم. نحن علينا نوصل راي جميع المواطنين، رح نقطع على الجهه الاخرى حيث يقع السوق العام في زحله. شايفين السيارات عبر هيدا البث المباشر.
امامنا السيارات، يعني كمان بهيدي الزاويه من ساحه زحل العامه بما يسمى المناره، هون كمان ما في محل يبدو للسيارات. يعطيك العافيه. شايفين اليوم ما شاء الله عجقه سيارات، يا رب الحياه ترجع لمنطقه زحله. عم نحكي على السيارات الواقفه قدام الاسواق، يعني محل ما نحن واقفين الزاويه الاخرى امامنا على السوق اول تقريبا 30 40 سوق، كل سوق في حده سياره. هل هيدا الشيء بيعني انه اهالي زحله انتعشوا ماديا، رجعت الحياه لإلهم، عم بيتبضعوا بهيدي الاوقات، او ليه صافين سيارات؟ لا صافين، هيك صافين سيارات اصحاب المحلات. هاو يا اخي اصحاب المحلات وقاعدين عم يتشمس. العاديه ما بنشوف هيك سيارات بهالعدد الكبير واقف قدام المحلات. هلا انت شايف بزحله هيك، بس هي لازم يكون اكثر من هيك. هودي مشيها اصحاب المحلات واصحاب بس هيدا ما بيوحي انه شوي في تقدم شوي بالحاله المعيشيه، تطور تحسن؟ ما في شيء، كنا لورا لورا. يعني شكل حتى المشهد اللي عم ننقله ما بيشبه مضمون المشهد. لا لا ما في شيء خي، وين بدك شو هالعيشه هاي؟ شو بدك تعمل؟ دخلك اذا صاحب المحل عم بصف سيارته حد المحل، الزبون وين بصف؟ حده وين بده يصف؟ يعني ما في محل لزبون اذا بده يوقف باول 30 محل لنقول من هيدي الزاويه. بضل يدبرها، بضل يظبط الاقمار، بس انه كما كسيارات هاي على طول بتضل واقفه. ما بلشت تتعود بزحله على الازمه المعيشيه الخانقه، على تدهور العمله الوطنيه، على الغلاء المعيشي، ما تعودوا بعد؟ يا خيي تعودوا، بس شو طالع بالايد يعني؟ اذا عم تقبض مليون ومصروفك 10، انه شو طالع بالايد؟ ما هي المشكله كمان الواقع فيها، وساعة الدولار غالي، ساعة الدولار واطي، وكل واحد بيسعر على حسابه، وكل واحد بيسعر، ما قبلت فلتين. نعم. ما في شيء. شكرا يعني كثير لك. يعني بتفوت على هاي المحل بتشتري ب 40، بتفوت على هاي المحل 45. ما حدا لا في رقيب ولا في حساب، مين بده يراقب مين؟ ولا اذا بناكد للمشاهد، هيدا الراي الثاني اللي عم بيقول لنا انه شكل المشهد ما بيشبه مضمون المشهد، لا لا. يعني ما ينغروا المشاهدين عم يشوفوا العدد الكبير من السيارات قدام الاسواق. يا خيي في 10% او 20% مثلا انه معهم، او حدا عم يبعث لهم من برا انه مصاري او شيء، بس الشعب الثالث شو بتعمل فيه؟ ان شاء الله الحياه بترجع لاهل زحله لانه بتلبق لهم الحياه. الحمد لله حبيبي. وشكرا كثير لك. مشاهدينا رح نتابع نقل المشهد من عاصمه البقاع، زحله عروس البقاع. المشهد اللي امامنا بيوحي انه في عجقه سيارات، في سيارات عديده مركونه امام المحلات بالسوق العام. عم نشوف المشهد عبر عدسه الزميل محمد الشيخ، طبعا هذا البث المباشر لصالح صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي عبر فيسبوك وبقية المنصات الإلكترونية. تقريبا قدام كل محل في سيارة. في محل هلا اللي حابب يصف بزحلة، في محل أمامنا قدام السوق أو أحد الأسواق، لكن على طول هيدا الشارع حتى من الزاوية الأخرى. زميلي إذا فيك تعرف من الزاوية الأخرى كمان السيارات، تقريبا قدام كل محل في سيارة. نحن بزحلة وهيدا المشهد نتمنى أنه ينعكس على المضمون، يعني ما يكون بس شكليا ظاهر هيك للناس، إنما ينعكس كمان على المضمون. كمان إذا فينا نعرض هذا المشهد الجميل ما بين الشارعين بالقرب من منارة زحلة، تدفق المياه أمامنا، المناخ الجميل، يعني يبدو أنه كمان في برد شوي اليوم على عكس طقس امبارح رغم اشتداد سرعة الرياح أمس وما قبل أمس كمان عند الليل. هون عم نشوف كمان أمامنا بالسوق العام عم نشوف السيارات، يعني عم نحاول نعرض لكم المشهد، وسمعنا اراء المواطنين اللي قالوا لنا انه المضمون ما بيشبه المشهد العام. اذا فيكم كمان مشاهدينا الكرام
تحاولوا تاخذوا فكره اكثر عن الرساله اللي حابين نوجهها. كمان امامنا عم تزيد عدد او عم يزيد عدد السيارات المركونه امام المحلات، وكانه المشهد بيوحي انه نتمنى طبعا انه يوحي هيك انه الحياه رجعت لاهالي زحله ورجعوا قادرين يتبضعوا، لانه بتلبق لهم الحياه من بعد المعاناة الصعبة اللي عاشوها خلال سنوات الأزمة. أمامنا في عدد من المواطنين أمام مصرف بزحلة، كمان مصرف آخر في عدد من المواطنين قد تكون يعني هيدي السيارات تابعة لإلهم بطبيعة الحال، أو بعض من هودي السيارات. نتمنى الحياة تستمر بزحلة وبكل المناطق اللبنانية، نتمنى كل اللبنانية يتخطوا تبعات وآثار ونتائج هيدي الأزمة الأليمة، ونرجع نشوف الناس عم تضحك وتنبسط وتفرح وتعيش حياتها مثل ما بيلبق لها بهيدا البلد. منذكر انه هيدا البث المباشر من زحلة، وانا وزميلي محمد الشيخ بدنا نشكر جميع المشاهدين على متابعة هيدا البث المباشر امامنا. شكرا لإلكن، شكرا لإلكن. عم نشوف السيارات ورائنا، وشفنا السيارات على الجانب الاخر من الطريق، لكن الناس قالولنا انه مضمون هيدا المشهد ما بيشبه شكله. نتأمل أنه شكل المشهد ينعكس على المضمون بكافة المناطق اللبنانية مش بس بزحلة. شكرا على حسن المتابعة، كان معكم عبدالله بعلبكي والزميل محمد الشيخ.